بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الدرس بإذن الله سنتعرف على صوت جديد وهو آي. آي نجده مرة يكتب ب آ إي إل، ومرة نجده مكتوب ب آ إي إل إل أ. آي A plus I plus L إيغال I، يعني هنا I يتكون من ثلاث حروف وهي A I L. Le son I à la fin d'un nom masculin singulier s'écrit A I L. الصوت I في نهاية الاسم المفرد المذكر يكتب بثلاث حروف وهي A, E, L. I R plus I إيغال غاي، يعني إذا جمعنا R مع I تعطينا غاي. example ان غاي، ان غاي هنا كتب في آخره A E L لأنه مفرد مذكر. V plus I إيغال غاي. example ان travail، هنا كذلك travail كتب في آخرها A I L لأنها مفرد مذكر. Le son I à la fin d'un nom féminin singulier s'écrit A I L L E. يعني صوت I إذا جاء في آخر كلمة مفردة مؤنثة يكتب بخمسة حروفية A, E, L, L, E. example La Pai، كتبت هنا La Pai في آخرها A, E, L, L, E لأنها مؤنثة. La Midai كذلك نجد أن هذه الكلمة La Midai في الآخر ديالها A, E, L, L, E لأنها مفردة مؤنثة. Les mots qui se terminent par A, I, L prennent généralement un S au pluriel. Exemple غاي غاي. Sauf quelques mots. أغلبية الكلمات التي تنتهي ب A, I L نضيف إليها في الجمع S إلا في بعض الكلمات. exception كاين هناك استثناء، بعض الكلمات يتغير آخرها في الجمع من A I L إلى A U X. par example buy كوغاي إيماي فيرماي سوبيراي تخافاي فونتاي إيفيتراي. example ان تخافاي دي تخافو، ان باي دي بو، ان فيرماي دي فيرمو، ان كوغاي دي كورو، ان إيماي دي زيمو، ان فيتراي دي فيترو. أترككم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في فيديو جديد مع صوت جديد.